عندكش الحق تغلق على الجزائر العاصمة بأي حق تغلق على الجزائر العاصمة؟ العاصمة للجزائريين، كل الجزائريين. العاصمة الجزائر للجزائريين، كل الجزائريين والجزائريات. بأي حق تغلق الطرقات على الجزائريين والجزائريات؟ بأي حق تغلق الانترنت على الجزائريين والجزائريات؟ بأي حق تغلق النقل العمومي على الجزائريين والجزائريات؟ بأي حق تفرض أوامرك على الجزائريين والجزائريات؟ عندما تنزل الملايين إلى الشارع لا يعلي صوت غير صوت الشعب. عندما تنزل الملايين إلى الشوارع لا يعلو صوت غير صوت الشعب. ولازم السي القايد يسمع منا من دوفيرت من بويرة، بويرة الأحرار، بويرة الأحرار. احنا كي خرجنا باش نرحلوا العصابة. احنا مازلنا طالبين برحيل العصابة. احنا طالبين برحيل العصابة. احنا ما نقبلوش المناورة. احنا نطلبوا بقيام عدالة مستقلة تخضع للقانون ولا تخضع للأوامر. نحن خرجنا من اجل تأسيس لعدالة تخضع للقانون ولا تخضع للأوامر. نحن ضد العصابة والعصابة المضادة. نحن ضد كل العصب. نحن ضد التوفيق، ضد القايد. احنا ضد السعيد وضد الناصر. احنا ضد بدوي وابن صالح. كل العصابة ترحل، كل العصابة ترحل، كل العصابة ترحل، كل العصابة ترحل. انا مع الجيش ماشي مع القايد، 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 رانا مع الجيش ماشي مع القايد. وثانيا احنا نوجه الرسالة لقائد الاركان وبكل احترام لمؤسسة الجيش، نحن جيشون 40 مليون جزائري حاميين للبلاد. نحن 40 مليون جيش كامل يحمي البلاد. ولكن يا مرافق العصابة، يا حامي العصابة، يا الذي يناور على الحراك من أجل بقاء العصابة، لن نقبل أبدا، لن نقبل أبدا، سنبقى المسيرة مستمرة حتى رحيل العصابة.